قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية، حيث تابع سيادته الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومن بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول حوالي 7 كيلومترات، الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى، والذي ينقل الحركة بين محور الشهيد وصولاً إلى منزل المقطم ومنه إلى صلاح سالم، كما أنه سيقوم إلى جانب محاور ياسر رزق وسميرة موسى والحضارات بنقل الحركة من منطقة الكورنيش إلى المقطم. طبعاً ستكون مشاركة بمحور المستشار عبد المجيد محمود. المحور ده فنن بطول 7 كيلومتر لربط فنن محور الشهيد ومناطق التجمع الخامس بصلاح سالم والاتصالات لتخفيف الضغط المروري يا فنم على شارع 9 سيادتك وعلى محور ياسر رزق اللي تم إنشاؤه بالكامل. احنا فنم بالنسبة للمحور حضرتك نفذنا كميات حفر وردن فيه وصلت ل 5 مليون متر. سيادتك مشرفنا على منطقة أحد المناطق يا فندم اللي واجهتنا فيها صعوبة جامدة جدا أثناء التنفيذ. المنطقة دي يا فندم عبارة عن منطقة خور ارتفاع الردن فيها بيوصل لحوالي 50 متر. المنطقة دي كان فيها تسريبات مية يا فندم نتيجة سوء شبكة صرف الساحل المؤقت. شوفوا أحمد اشتغلنا مية نظيفة ولا مية؟ أنا كنت قلت برضو ما تدريسوا إن احنا نستفيد من المية ديت تسووا بقى الأجناب ديت بالظبط يا فندم، تعملوا كورنيش للناس. ها هندرسها يا فندم ونعرضها على سيادتك. حاضر. ها شوف الحاجه التانية مين اللي بيعمل الاسواق عشان يخفف على الناس كلها. احنا يا فندم على فكره سيادتك احنا خلصنا شبه خلصناه بنسبه 80%. انا شايف الهيكل المعدني معمول بالظبط يا فندم. ان شاء الله يا فندم يا 30/7 دي باذن الله يا فندم يكون المشروع شغال بالكامل باذن الله. برضو فكروا في النقطه في المنطقه دي والاجناب ديت لو انتوا سويناها وخليناها كورنيش للناس بجانب الطريق ممكن ان شاء الله فندم ولا مش ممكن؟ وان شاء الله فندم احنا دلوقتي وصلنا نسبه تنفيذ سيادتك في المحور ده ل 50%. احنا عاملين شبكه طرق تربط من خلال اللي احنا بنعمله ده مش بس على قد خدمه المقطم، لا اكيد يا فندم ده انا قلت الكلام ده هيخدم على صلاح سالم يبقى موازي ليه مش كده؟ شكري كما تابع سيادته معدل تنفيذ كبري ربط محور ياسر رزق بمنطقة المقطم بمحور الحضارات ومنها إلى مناطق كورنيش النيل. وقد قام السيد الرئيس بالاطمئنان من العاملين على سير العمل وكبى الاستماع لآرائهم. سيادتك فندم احنا دلوقتي واقفين في النقطة دي اللي هي عند كبري ربط محور الحضارات بمحور ياسر رزق يا فندم. سيادتك كده احنا حققنا خلاص ان احنا عملنا محور شمال الدايري محور سميرة موسى مع محور ياسر رزق مع الامتداد بتاعنا هنا مع محور الحضارات وصلنا لغايه الكورنيش يا فندم. احنا كنا ما بنفتح شرايين بنسهل على الناس وبنسهل الحركه بتاعت طب ايه تاني؟ احنا هنا يا فندم بالنسبه للكوبري بتاعنا طبعا كان في تحديات كتيره جدا. النقطه الثانيه يا فندم كان عندنا هنا نوع التربه في الارض الصخريه بتاعت المقطم هنا كانت صعبه جدا، استخدمنا معدات مختلفه شويه في الاساسات العميقه. طبعا كان اكبر مشكله عندنا هنا الارتفاعات يا فندم. احنا هنا عندنا الارتفاعات بتوصل لغايه الاعمده 45 متر والكوبري نفسه واصل لغايه 50 متر، فاستخدمنا هنا معدات شدات خاصه جدا. باذن الله اخر شهر 3 هنكون خلصنا كل الاعمده بتاعتنا. انتوا هتخلصوا الشركه ان شاء الله؟ بصراحه احنا يا فندم ضاغطين ان احنا نجيب قبل 8 ان شاء الله. 7 مثلا باذن الله فندم ان شاء الله. باذن الله فندم هيعمل نقله كبيره جدا في الحركه اكيد يا فندم. ان شاء الله يعني ربط طيب. المقطم بالكورنيش ده حاجه عظيمه جدا. طيب انا دايما اسال السؤال ده واحنا موجودين، في اي حاجه اخرى ممكن نستفيد بيها والناس تستفيد؟ انا اقصد بيها نستفيد بيها يعني الناس تستفيد بيها كحركه مروريه يا فندم. بعد انتم قعدتوا هنا بالبلد هو احنا فندم لما قعدنا هنا اتضح معانا ان احنا محتاجين يوتيرن هنا على الطريق الاوتوستراد، وفعلا دلوقتي خلاص احنا شغالين فيه وقربنا نخلصه وربطناه مع محور الجزائر. طب ايه تاني غير النيوتيرن ده؟ هو ده فندم. طيب لو في حاجه برضو جهزوا العرض بتاع احمد عرضه عليه. تمام يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. شكرا.